إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن آخذ يا إخواني في موعظتي، رحم الله عبدا وجد فرجة أو فجوة فنص فيها وشغلها ووسع على إخوانه، تقاربوا بارك الله فيه. حقيقة إخوانه يصلون في الخارج. وأيضا أذكركم أن الطابق الأرضي فيه سعة إن شاء الله. حفزنا المسؤولون للخطابة عن فضل الأقصى وعن مكانته، أدام الله عليه حسن الاختيار. يا قارئ القرآن، تقرعك سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لا يرد الأقصى إلا الجهاد. وقبل أن ينطبق الكلام عن الأقصى بالجهاد، ينبغي أن ينطبق بسنن الله التي لا تتبدل ولا تتحول. لما خسرنا الأقصى؟ لما حرمنا الاستمتاع ببركاته؟ حقا إنه لا يقوض الأمم ولا يهدم عمادها إلا الجهل، لا سيما الجهل بدينها وتاريخها. يقف المسلمون اليوم أمام تحديات كبيرة حقيقية: هدم للحقائق، تبديل للإسلام، تزوير للتاريخ، تصدير لعلماء السوء الذين ربوا في أحضان تل أبيب، هدم للقدوات. يخطب الخطباء اليوم عن فضل المسجد الأقصى، وفي أجيالنا وفي أبناء المسلمين الجدد من يتساءل: أليس لليهود حق في فلسطين؟ إنهم يجهلون الدين والتاريخ. إن جيل الأرب أيضا والمباريات يتساءلون: انتزع العرب فلسطين من اليهود، هل لليهود حق في بيت المقدس؟ انهم لا يعون الحقائق. ولد جيل يظن ان بضعه سنين من الاحتلال الغاشم تزيل حق من ملك الارض وتوارثها لالاف السنين. إنهم لا يعون أن الأرض لله، يورثها من يشاء من عباده، وأن الله كتب في الزبور قبل الذكر أن الأرض يرثها الصالحون. فلسطين أرض عربية، قطعة من جزيرة العرب، توارثتها سلالات عريقة من العرب لآلاف السنين، أرض إسلام وعروبة، أرض توحيد وقرآن، ليست أرضا لليهود والتوراة. الحديث عن فضل الأقصى يؤجج في نفس الناس المواجع، والحري بهم
لما فوتنا أرضا باركها الله وأمها الأنبياء. إذا تأمل العبد ما يصنعه اليهود لتزوير الحقائق وتهويل الشعوب وتغريبها ونزعها من عقولها، علم مفجع المسلمين اليوم بجهل الأجيال. إن اليهود يرقبون في كل يوم الخطة البيانية لمشاعر المسلمين المتعلقة في المسجد الأقصى نمواً وضموراً. أنفاق وجسور وأسوار فاصلة ومستوطنات مستمرة، استجلاب لليهود، تهجير للساكنين، افتعال للفتن والحروب. بريطانيا أم الشر جاءت بهذا الكيان الغاصب وزرعته في جسد فلسطين وأعطته شرعية مع الغرب الكافر وسمته بالدولة دولة إسرائيل. حقائق لا تروج إلا على حمير البشر. لماذا خسرنا الأقصى؟ لماذا ذهبت منا بلاد مقدسة باركها الله؟ إذا تحدث الناس عن الأقصى ينبغي أن يطرح هذا السؤال. إن سنن الله لا تحابي أحدا ولا تمالي أحدا. لماذا خسر الناس فلسطين؟ جهود اليهود مستمرة، هل يعي ذلك أبناء المسلمين؟ جهود جامعة تل أبيب وحدها في تزوير الحقائق لا يكاد يتخيلها إنسان، ومن اطلع على بعض ما يصنعونه يهاله الكم الذي يصنعونه في اليوم والليلة لإخراج المسلمين عن واقعهم ولفصلهم عن تاريخهم. مؤسسات الأبحاث والدراسات اليهودية الصهيونية التي يقوم عليها أمثال البروفيسور مايكل كوهين وأمثال الباحث اليهودي إسحاق حسون ودانيال ياسين والباحثة اليهودية حوا يافا المستشرق المجري للأصول اليهودية غزير الإنتاج جولد سهيل، ماذا صنعوا في المسلمين؟ ولما كانت الفرق الباطنية والروافض الوجه الثاني لليهودية استفادوا من بعضهم البعض واستمتع بعضهم ببعض. لقد زعمت القاديانية أنه لا حاجة للجهاد في فلسطين ولا حاجة لبذل الدماء والأموال لرد البلاد المقدسة، لأن الأقصى الذي ذكره الله في القرآن هو مسجد قاديان الكبير لكنكم لا تعون. إن الروافض يبثون منذ سنين أن الأقصى الذي يطالب فيه الناس ليس له وجود. المفيد الطوسي الطبرسي الكليني المعممون في الروافض يأخذون دينهم من أفواه الحاخامات الصهيونية، يقولون للناس إنما سمي المسجد الأقصى لأنه في السماء العلية. المسجد الأقصى المبارك حقيقة موجود في السماء السابعة فوق مكة أو يتنقل بين مكة والطائف وليس له وجود. أقصاكم سماوي وليس أرضية،
فلماذا تطالبون فيه؟ إن كان للمسلمين حق فليطالبوا ببيت البيت الذي بناه عبد الملك، مسجد قبة الصخرة. أما الأقصى والأرض التي تحته والهيكل فليس لنا. سبحان الله. إذن أين أما النبي الأنبياء صلى الله عليه وسلم؟ ومن أي المساجد يصلي به؟ وأي المساجد الثلاثة التي ارتحل إليها؟ وأي المساجد التي افتتحها عمر بن الخطاب وصلاح الدين الأيوبي؟ الحديث عن فضل الأقصى حديث عن آلامنا، عن ذنوبنا ومعاصينا، عن عقوبة الله لنا وفينا. المسجد الأقصى تحفظ فضائله ولا شك، ولن تزول فضائل هذا المسجد لأن الله ذكرها في كتابه وتواتر الإخبار بفضلها في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إنه مسجد لم يزل الأنبياء من عهد آدم يؤمونه، قبلة الأمم السالفة، بل هو أول قبلة للمسلمين أيضا، وصلى الناس لهم 14 شهرا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم حتى أمروا بتحويل القبلة إلى الكعبة، ولله المشرق والمغرب. وأول ما نسخ من القرآن تحويل القبلة وكان بعد الهجرة. ثاني مسجد وضع على وجه البسيطة ليوحد الله فيه، ليعبد رب العالمين فيه. وفي حديث البخاري يقول أبو ذر: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: أي المساجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلنا: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. وبينهما 40 عاما. لما بناه سليمان عليه السلام كما روى النسائي وأحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا بإسناد صحيح، لما بنى سليمان عليه السلام المسجد الأقصى، يعني جدد بناءه وزاد فيه، وإلا فهو بني قبل سليمان عليه السلام. لما بنى سليمان المسجد الأقصى وألهاه قال: اللهم إني أسألك لا يخرج عبد من داره يؤم المسجد الأقصى إلا وصلى فيه ركعتين، إلا خرج من ذنوبه كما ولدته. روى الطبري في تاريخه أن عمر بن الخطاب لما فتح بيت المقدس ووفد على المسجد الأقصى وطهره، صلى فيه بسورة الإسراء وبكى، وجعل رضي الله عنه يبكي بكاء ثم وقف أمام الناس وكبر وقال: والله هذا هو المسجد الذي بشر به سليمان عليه السلام، من صلى فيه غفر له. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكمال علمهم وفقههم تتوق نفوسهم وعيونهم وقلوبهم لفتح بيت المقدس. ما مات نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا وهو يقول كما في حديث عوف بن مالك: عدوا بين يدي الساعة موتي وفتح بيت المقدس. ولما مات صلى الله عليه وسلم واستقرت بهم الأحوال سيروا الجيوش لفتح بيت المقدس. إنها ثلاثة مساجد بناها أنبياء ترتبط بعقيدة المسلمين وتاريخهم. وما مضى جيل الصحابة حتى دخل بلاد الشام ما يزيد عن 100,000 عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم توحدوا للصلاة فيه. إنه أحد المساجد الثلاثة التي يحل في الإسلام أن تشد الرحال إليها. ولما رأى أبو هريرة بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه يجيء من جبل الطور يصلي في مسجد الطور في شرقي القدس، لقيه أبو هريرة قال له: من أين أتيت؟ قال: من مسجد الطور. قال: لو أنني لقيتك قبل أن تأتيه لم تأته، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال
لا يرتحل، لا يسافر، لا تعمل المطي إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. إنه مسجد إيليا، مسجد بيت المقدس. المسجد الحرام قبلة الناس ووجهة حجهم، والمسجد النبوي مسجد أسس على التقوى، ومسجد بيت المقدس إنه قبلة الأنبياء والأمم السالفة، مساجد مميزة ولها أحكامها الخاصة. لهذا كان أصحاب رسول الله يحرصون على فتح بلاد الشام، وكان أبو بكر الصديق في أول الأمر يقول: لأن أفتح كفرا من كفور الشام أحب إلي من أن أفتح مدينة العراق. وعمر رضي الله عنه ما دخل العراق ودخل الشام، وكان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. مسجد مبارك، مسجد مبارك باركه الله ومن حوله. ربنا يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لنا الخيرة. اختار هذا المكان واختار هذا المسجد وأمر الأنبياء ببنائه وتتابعوا على ترميمه والقيام على مصالحه. إنه بيت الله، كل بركة في الشام في صالح أهلها أتباع الأنبياء، في مائها، في هوائها، في نباتها، فإنما بؤرة البركة من المسجد الأقصى. من بركة هذا المسجد، من بركته أن الدجال لا يستطيع دخوله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: يمكث الدجال في الأرض 40 صباحا حتى لا يبقي أرضا إلا دخلها. إلا 4 مساجد: الكعبة، والمسجد النبوي، المسجد الأقصى، ومسجدا في جبل الطور. من بركة هذا المسجد أن العبد إذا صلى فيه ضعفت حسناته وبورك له في عبادته. وأبو ذر يقول: كنا يوما للنبي صلى الله عليه وسلم: مسجدك أفضل أم مسجد بيت المقدس؟ فقال: صلاة في مسجدي أفضل من 4 صلوات في المسجد الأقصى، ولنعم المصلى هو، ولنعم المصلى هو، وليوشكن الرجل منكم يملك أرضا بقدر قوسه يستطيع أن يقف فيها وأن يرى بيت المقدس لهي خير له من الدنيا وما فيها. حديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. ومن تتبع ما يصنعه اليهود من الاعتداءات على القدس والتضييق على أهلها وبناء المستوطنات الكثيرة ذات الوظائف الكثيرة، وما يصنعونه بأهل القدس مما يوجب خروجهم ونفورهم، علم أن الحديث يخبر عنه صلى الله عليه وسلم في زمان نعيشه: يوشك الرجل الصالح الذي يعرف حقائق الدين لو ملك قطعة أرض بقدر قوسه يقف فقط ليرى بيت المقدس من بعيد هي خير له من الدنيا وما فيها. أنه الأنبياء موسى وهارون، يوشع بن نون، إبراهيم ولوط، داود وسليمان، يحيى بن زكريا، كل هؤلاء وغيرهم أمروا من الله أن يهموا بيت المقدس، فكانوا يجيئون المسجد الأقصى ليصلوا فيه. إبراهيم عليه السلام ولوط عليهما السلام مهاجرهما لبيت المقدس. قال الله: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ويحيى بن زكريا يقف كما في الصحيح خطيبا للناس في المسجد الأقصى ويقول: أنتم في أرض مباركة. يوشع بن نون
قاد جيشا وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، قاد جيشا لتحرير المسجد الأقصى، لتحرير بيت المقدس من المشركين، من اليهود المشركين ومن غيرهم، قادهم لتحرير أرض بيت المقدس من الشرك والكفران. في تلك المعركة حبس الله الشمس عن المغيب. مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد الأقصى، بوابة العروج إلى السماء. جاء البراق للنبي صلى الله عليه وسلم، ركبه فلم يعرج به، ليجمع له فضل المسجدين من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فجاء إلى المسجد الأقصى فصلى فيه ركعتين، ثم ركب البراق فأسري صلى الله عليه وسلم، بوابة العروج. وفي هذا المسجد صلى صلى الله عليه وسلم إماما في سائر الأنبياء، لا يفضله مسجد على وجه الأرض إلا مسجد المدينة، وأفضل منهما مسجد مكة. عباد الله، من أنصف الإسلام وأنصف هذا الدين وأنصف حقائقه والتاريخ، علم أن هذا المسجد مقصد للمؤمنين وللمشركين على مر التاريخ. حلبات الصراع بين أهل الدين وأهل الإلحاد هو هذا المسجد وهذه البقعة وهذه الأرض. والديانات التي تدعي المخلص وآخر الزمان تؤمن أن هذه الأرض لها مكانتها في آخر الزمان، فالكل يحرص عليها. وأهل الحق من أهل الإسلام أولى الناس بأن يحرصوا حرصاً ينشأ من إسلام ودين واعتقاد. من زمان اليبوسيين الكنعانيين ومن جاء بعدهم من الفرس واليونانيين والبيزنطيين وزمان الفتح الإسلامي والهجمات الصليبية وتحرير صلاح الدين الأيوبي له، زمن المماليك، زمن الأتراك العثمانيين، زمن الاحتلال البريطاني، وزمان العهد الأردني، وبعد ذلك احتلال القدس في 67 على مر التاريخ. ما الذي يجذبهم إليه؟ إنها بركة الأرض واعتقادات عند أهل الأديان. إن أولى الناس بالثبات على الحق هم أهل الإسلام، ولن يعود الأقصى إلا بالجهاد، ولن تقوم للجهاد قائمة ما لم نأخذ بأسباب النصر التي تكلمنا عنها والحمد لله مرارا في هذا المسجد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرد الأقصى لحياض المسلمين ونحن أحياء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، ليس الشأن عند الحديث عن فضائل بيت المقدس، هذا جزء من همنا الأكبر، جزء من همنا الأكبر وهو عودة المسلمين لدينهم المصفى. أقول ليس الشأن في الحديث عن هذا الجزء من همنا الأكبر بيان فضائل بيت المقدس، ولا تأليب المواجع وتجديد الألم عند أهل القلوب الصادقة. لا، المقصود أن يستفيد المسلمون من تاريخهم لمعرفة الداء والدواء، وأن يتبصروا السبب الذي جلب علينا هذا البلاء. لا يحتاج الناس اليوم إلى السياسة ولا إلى الثورات، إن هذا لا يصلح الناس. إن كان يصلح خواص الناس لمعرفة الواقع فشأن آخر، أما عوام المسلمين فيصلحهم أن ينشغلوا بالكتاب والسنة، يصلحهم أن يعودوا لدينهم عودا حميدا، وأن يصلحوا في تثبيت جذر التوبة والأوبة، وأن يصلحوا بيوت الله، وأن يردوا الحقوق، وأن يصلحوا ذات بينهم، وأن يتآلفوا على ما شرعه الله عز وجل. هذا الذي يصلح الناس. واقع المسلمين واقع أليم، دويلات مقسمة، بلاد مشردمة تستمد قوتها ومادة حمايتها ممن قسمها وأذلها. لن تنوء هذه الأمة عن مواضع الهوان ما لم تأخذ بأسباب النصر. إن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما يمر على المسلمين من الفواجع
فإنما هو من رحمة الله بهم ليعودوا إلى ما كانوا عليه. إن العزة والكرامة والنصر قرين الدين. إذا تخلينا عن ديننا فإن الله يأكلنا لأنفسنا، وساعة إذ سيكون أعداؤنا أقوى منا عدة وعددا وأكثر سلاحا. إن الذي يستفاد مما تقدم بيان أعظم واجبات الدين المتحتمة في هذا الزمان، وهو اتخاذ التدابير الحقيقية الصادقة والنافعة لعودة الناس، لعودة السواد الأعظم من المسلمين لدينهم، لمعرفة الإسلام، ما هي الإسلام، لماذا يقاتلنا الناس عليه، ما هو التوحيد، لماذا أحيا، هل خلقنا الله عز وجل عبثا؟ يحتاج الناس لمعرفة هذا. إذا عرفوا ربهم ودينهم تبصرت لهم الطرق، وعرفوا كيف يجتمعون على كلمة سواء، وعرفوا من أين يبدأون وكيف ينتهون، ولا يقصيهم العدو ساعة إذن عن واجب الوقت ولا عن واقعهم الذي يعيشون. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبصرنا بالحقائق وأن يعرفنا بالتوحيد، ونسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم من أراد بهذا الإسلام خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد به خير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم وفق ملك البلاد للحكم بالكتاب والسنة وأقم الصلاة.